القرآن الكريم والقارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر لا إله إلا لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد من الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. شكرا القارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور على هذه التلاوة القيمة، وأخبركم جميعا بأنه بعد صلاة المغرب ستقام أمسية دينية أخرى بطاقم من القراء والمبتهلين غير هذا الطاقم، فبإذن الله تعالى الآن يتفضل الأستاذ حسني أحمد طه ليقدم قصيدة كتبها عن بناء هذا المسجد.